السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله سوف نتحدث عن زراعة أشجار الأفوكادو أو مشروع زراعة أشجار الأفوكادو. سوف نتحدث عن أفضل أصناف إنتاجية في شجرة الأفوكادو. سوف نتحدث عن الصنف الفويرتي أو مايور بالملسى. سوف نتحدث عن هذا الصنف وخصائصه ومميزاته وسلبياته، وكذلك كم ينتج هذا الصنف. بالنسبة لأصناف أفوكادو، توجد العديد من الأنواع الأفوكادو في العالم، أكثر من 100 نوع يمكننا زراعتها، إلا أن هذا الأصناف الفويرتي فهو أكثر شيوعا من ناحية الزراعة. بالنسبة للصنف الفويرتي فهو أفضل أصناف الأفوكادو إنتاجية للثمار. بالنسبة للثمار ذات حجم متوسط إلى كبير، كما تلاحظون معي، تزن التمرة الواحدة ما بين 250 غرام إلى 500 غرام. ذات قشرة رقيقة لا تتحمل درجة الحرارة الدنيا ناقص 2. بالنسبة لهذا الصنف فهو أكثر شيوعا. بالنسبة لثماري فهي ثمار معروف عليها ضخمة جدا. كذلك تزهير أشجار الأفوكادو بصفة عامة، لمدة شهر تزهر شجرة الأفوكادو في بداية الربيع. شجرات قد تحمل أكثر من مليون زهرة، ولكن عملية التلقيح لا تتعدى 1%. تتكون من أزهار ذكورية وأزهار أنثوية. بالنسبة للمشاكل التي تتعرض لها أشجار الأفوكادو من ناحية الإنتاج، ألا وهو التلقيح الذي يعد من الضروريات، وكذلك تطعيمها قبل زراعتها. للحصول على تلقيح جيد، يجب الخلط بين أصناف أشجار الأفوكادو عند زراعتها. مثلا إذا قمت بزراعة أشجار الأفوكادو الفويرتي، يجب الخلط مع أصناف أخرى لضمان تلقيح جيد. كذلك يجب تربية النحل ليساعد على عملية التلقيح. بالنسبة لأشجار الأفوكادو، توجد العديد من أنواع الأفوكادو في العالم، أكثر من 100 صنف، إلا أن بعض الأصناف هي المتداولة مثل الهاس والفويرتي والعديد من الأصناف التي يمكننا زراعتها. بالنسبة لإيجابية هذه الشجرة أنها تنتج جيدا، كذلك معروف عليها أن النمو سريع. كذلك بالنسبة للنمو أو عمر الشجرة، أنها شجرة غير مستعمرة، فبالنسبة لهذه الشجرة من ناحية إنتاج تضعف مع السنوات القادمة. كلما طال عمرها كلما كان ضعف في الإنتاج، وهذا هو المشكل بالنسبة لهذه الأصناف أشجار الأفوكادو بصفة عامة، أنها شجرة غير معمرة من ناحية الإنتاجية. مع التقدم في السنوات تضعف إنتاج. كما تلاحظون، نقوم بحصادها أواخر الخريف، فجل الأفوكادو نقوم بحصادها في أواخر الخريف. كذلك من سلبياتها أنها تحتاج إلى كمية من المياه جيدة. كذلك تحتاج إلى تربة، أن تكون تربة نفادية خالية من الملوحة، سواء في التربة أو في الماء. وكذلك تحتاج إلى المسافة بين الخطوط والمسافة بين الأشجار أكثر من 6 أمتار. معروف على هذا النوع أنه نوع من ناحية تضخم أشجاري، ومن ناحية كما تلاحظون معي تحتاج إلى المسافة بين الخطوط، لهذا فهي تتفرغ في الجوانب عكس الأشجار الأخرى المعروف عليها أنها نموها يكون أكثر أفقي وعكس عفوا عمودي عكس ما هو أفقي. بالنسبة لهذه الأشجار يجب اختيارها، إلا أن أفضل إنتاجية. بالنسبة للمبيعات فهي كذلك تبقى بعد النوع الخاص من ناحية المبيعات، فالخاص معروف عليها أنها أفضل المبيعات من ناحية أثمنتها، إلا هذا النوع فهو نوع كذلك جيد جدا، إلا أن إنتاجيته يتعدى الأنواع الأخرى من الأفوكادو. بالنسبة كذلك شتلاته فهي في المتناول، يمكننا اقتناؤها أو تطعيمها بنفسنا وزراعتها. بالنسبة لهذه الشجرة تحتاج تقليم سنوي أو زفير سنويا، كذلك تحتاج إلى التسميد سواء العضوي أو الكيميائي، وكذلك تحتاج بعض المبيدات، كذلك وتحتاج بعض المتثبتات للأزهار والعديد من الأشياء مثل الأشجار الأخضر، إلا أنها من الأشجار المربحة جدا جدا في صنف أشجار الأفوكادو، لأن ثمارها معروف عليها تصل أكثر من 500 غرام في الثمار إذا كانت العناية وخصوبة التربة. بالنسبة كذلك الطقس الذي تحتاجه أشجار الأفوكادو بصفة عامة، هو الطقس الرطب الذي تتعدى درجة الحرارة أكثر من 34 درجة، لأن شجرة الأفوكادو معروف عليها حساسة جدا. وبالتوفيق في موضوع آخر في